تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة. قلنا في المجلس الماضي إن العلماء اختلفوا في القنوت في الصبح، وذكرنا ذلك، وذكرنا مستمد المالكية، وقلنا هي أحاديث ظاهرة جدا، ولا سيما أن الأحاديث أكثرها تدور على أنس رضي الله عنه، وقلنا هي أيضا ظاهرة فيما ذهب إليه المالكية من كون القنوت قبل الركوع لقول أنس لعاصم الأحوال ولعبد العزيز بن صهيب إن القنوت كان قبل الفراغ من بعد الفراغ من القراءات قبل الركوع، وهذا ظاهر جدا فيما ذهبوا إليه. وذكرنا أن المالكية لا يرون شيئا من الدعاء لازما لا يتجاوز ولا يتعدى في القنوت، بل يدعو الإنسان بما شاء، إلا أنهم يستحبون دعاء يرونه في الأصل يذكر أنه كان سورتين في مصحف أبي أو في مصحف ابن مسعود، وهو قوله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذه رواية، ورواية: ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. ولا بأس أن نذكر بعد بعض معاني هذا الدعاء، لأنني أحب أن يفهم الناس ما يقولون في الصلاة وما يدعون ربهم به. اللهم إياك، اللهم إنا نستعينك، اللهم هي في الأصل يا الله، يا الله حذفت يا التي للنداء وعوض عنها الميم التي في آخر التي ألحقت باسم الجلالة، فقيل اللهم. ولذلك فلا لا لا يقال، لا يجمع بين المعوض والمعوض منه، فلا يقال يا اللهم، إما أن يقال يا الله وإما أن يقال اللهم، إلا في الضرورة. وما هي الضرورة؟ الشعر. قال أحدهم: إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، لكن هذا في الضرورة. اللهم إنا نستعينك، هنا قضية استعانة واضحة، طلب العون. أنت عندما تريد أن تعالج شيئا فلا تطيقه منفردا بقوتك، فتحتاج أن تضاف إلى قوتك قوة غيرك، تذهب إلى هذا الغير الذي تريد أن تستعينه فتقول له: أنا أستعينك وتسكت. هل تقول أنا أستعينك وتسكت، أم تقول، أم تعين المستعان عليه؟ لابد أنا أستعينك في كذا، في حمل كذا، في كتب كذا، في لابد. لا تقول أنا أستعينك وتسكت. فكيف هنا تقول اللهم إنا نستعينك وتسكت ولا تذكر المستعان عليه؟ تعرفون لماذا؟ لأن الذكر يعين، وأنت تريد استعانة بربك في كل ما تعالجه، فلذلك تحذف. فهذا الحذف يؤذن بالعموم والإطلاق، اللهم إنا نستعينك في كل أحوالنا وأفعالنا، اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك. الاستغفار هو طلب، هو طلب الغفر. ما الغفر؟ الغفر هو أنتم تعرفون الغفر هو وستر الذنوب. هذه المادة مادة غفر معناها ستر، غفر يغفر غفرا، ستر يستر سترا. ومن قيل لتلك الخودة التي تجعل على الرأس في الحرب المغفر، لأنها تستر الرأس المغفر. اللهم يعني نريدك أن تستر ذنوبنا، وسترها إذان بمحوها وإذهابها. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك بتفويض أمورنا كلها إليك والرضا بما حكمت فيها ونتوكل عليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك، أي نذل لك، نخضع لك. الخنوع هو الخضوع وهو الذلة، ونخنع لك لا نخنع لغيرك، لأن الخنوع لله والذلة لله والخضوع لله هو العز، أي عز. ونخلع ونترك من يكفرك، نترك تفسير لنخلع، من يكفرك نخلعه ونتركه ولا نتولى. أزيد، اللهم إياك نعبد، هذه كما تقول في الفاتحة، كما تقول إياك نعبد. وقد يعني لابد في موقفكم هذا أنكم تميزون بين قول العربي اللهم إياك نعبد وبين قوله اللهم نعبدك. ما الفرق بينهما؟ هذيك نعبدك، هذه الكاف أخذت بعد الفعل نعبدك، الفاء الكاف بعد الفعل أم قبله؟ بعده. حتى نهضروا على أنا أحدث الآن من لا يفهم النحو، الذي يفهم النحو فهم، ولكن من لا يفهمه هو الذي أحدثه الآن. نعبدك هذه الكاف التي هي بعد الفعل أخذت فجعلت قبل الفعل، قدمت قبله. لكن إذا أردنا تقديمها فلا نقول اللهم ك نعبد، ولكن نقول إياك نعبد. هذه إياك هي تلك الكاف المتأخرة لما قدمناها، مفهوم كام. لكن من جهة الفرق في المعنى، ما الفرق؟ عندما تقدم تلك الكاف، الكاف هي مفعول به، عندما تقدم المفعول به، عندما تقدم المعمول، فأنت تريد تخصيص المخاطب بالحكم الذي تسنده إليه. اللهم إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. ولكن هل هذا المعنى يؤديه اللهم إنا نعبدك؟ لا، إنما كل الكلام هنا مرتب، نعبدك الفعل مع الفاعل مع المفعول به، هذا الكلام مرتب لا يؤذن به بالاختصاص والحصر. اللهم إنا نعبدك لا يمنع هذا أن نعبد غيرك أيضا، الكلام لا يمنعه. لكن عندما تقول اللهم إياك نعبد، فنحن نتبرأ من كل معبود إلا أنت، مفهوم الكلام. ولهذا جاءت في الفاتحة إياك نعبد، شعار التوحيد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هذه مثلها قدمت فيها، قدم المعمول. ترتيب إذا أردنا أن نرتب الكلام من غير تقديم وتأخير، فكيف نقول ونصلي ونسجد لك؟ ولكن هل هذا الكلام يفهم منه أننا لا نصلي ولا نسجد لغيرك؟ لا، فلذلك قدم المعمول ولك نصلي ونسجد، ولسنا نصلي ولا نسجد لغيرك، معنى مفهوم. ولك وإليك نسعى ونحفيد، مثلها تلاحظون كله دعاء فيه هذا التقديم والتأخير، ملحظ لهذا الذي ذكرنا. وإليك نسعى ونحفيد، نبادر إلى الطاعة، نبادر إلى الخدمة، ماشي نطيع، لا، نسارع في الطاعة، فهمتوا الكلام؟ وإليك نسعى ونحفيد، نرجو رحمتك. هذا كله لماذا؟ لأنك تنتفع به؟ أبدا، لأننا نرجو رحمتك، نرجو بذلك رحمتك، لأننا نعلم أن أعمالنا لا توافي نعمك ولا تبلغنا جنتك.
لعولتي على العمل بقيتي برا. أعمالنا لا تبلغنا جنة ربنا، وقد علمنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخل الجنة بسبب عمله أبدا إلا أن يتغمدنا الله برحمه، ولذلك نرجوها، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. وهذا شأن القادر أن يرجى نواله وأن يخشى نكاله، وهذه حال حسنة أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. وقد أثنى ربنا سبحانه على عباد الله من الأنبياء بهذا، قال ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، فأثنى عليهم بهذا. وليست هذه عبادة التجار، ولو كانت عبادة تجار ممقوتة لما أثنى بها الله على الأنبياء. ويدعوننا رغبا ورهبا وكان نرجو رحمة. وقال قلت لكم هذه حال حسنة أن يعيش الإنسان بين خوف الله ورجاء ما عنده، إلا في حال المرض. في حال المرض قالوا إنه يغلب الرجاء على الخوف. لماذا؟ حتى إذا كان حتفه في مرضه ذاك مات وهو محسن الظن بربه. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد الدائم الثابت الذي ليس بالهزل بالكافرين ملحق، لاحق بهم، سأل الله العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. هذا الأثر الذي اقتصر عليه يحيى بن يحيى في هذا الباب، وهو يدل على خلاف ما ذهب إليه صاحب المذهب. كان ابن عمر لا يقنط في شيء من الصلاة، وهذا معروف عن ابن عمر، وهذا مذهب يحيى الليثي أيضا. وهذه من المسائل التي خالف فيها يحيى إمامه، فكان لا يرى القنوت ويوافق في ذلك الحنفية والحنابلة. وكل رواة الموطأ سوى يحيى الليثي يزيدون أثرا آخر هنا بعد هذا عن عروة أنه كان يقنت في الصبح، وهذا هو المراد. وإنما أورد الإمام مالك رحمه الله أثر ابن عمر هذا الذي يدل على أن ابن عمر لم يكن يقنط في شيء من الصلاة، ليبين أن القنوت عنده سنة خفيفة، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، وليست كبعض العلماء الذين منهم الشافعية يرتبون على ترك القنوت سجود السهو، فليست عندهم سنة خفيفة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: متى مات عبيد الله؟ 98 و200، ومتى مات يحيى؟ 34 و200، ومتى مات مالك؟ 79 و100، ومتى مات هشام؟ 45 و100، ومتى مات أبوه؟ أيوة تبارك الله، وهذا هو السند هنا كله ياك، ما الحمد لله، أنتم وليتم محدثين. نعم. أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري الصحابي، أسلم عام الفتح، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر على بيت المال، ثم ولاه أيضا عثمان بعده، ثم استعفى عثمان من ولايته تلك فأعفاه،
وكان عمر رضي الله عنه يكرمه ويقدمه ويجله، وكان يقول: ما رأيت أحدا أخشى لله من عبد الله بن أرقم. وقال له مرة: لو كان لك مثل سابقة القوم ما قدمت عليك أحدا. ولكن تعلمون أن مذهب عمر أنه كان يقدم السابقة فالسابقة دخولا في الإسلام. وعمي رضي الله عنه في آخر عمره ومات في خلافة عثمان، في أواخر خلافة عثمان. متى مات عثمان؟ سنة 35. ابن حبان قال: عبد الأرقم، عبد الله بن الأرقم مات سنة 44. وهذا الذي ذكره الزيركلي، الزيركلي معروف خير الدين الزيركلي، أحد كبار من اعتنى بتراجم العلماء في هذا العصر رحمة الله عليه. موسوعة، كتابه موسوعة من موسوعات فيها اطلاع عجيب جدا جدا رحمة الله عليه. الزيركلي أيضا تبع ابن حبان، فقال: مات سنة 44. قال حافظ ابن حجر: هذا وهم، فينبغي أن يصحح. الصحيح أنه مات في خلافة عثمان. نعم. أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع. فذهب لحاجته، الحاجة هذا لفظ عام، هذا عام يدخل فيه كل حاجة، لكن استعماله على هذا النحو يؤذن بحاجة مخصوصة، وهو ما يذهب إليه الإنسان من غائط أو بول أكرمكم الله. والعرب تكني عن هذا كثيرا، تقول الغائط، مع أنكم تعلمون أن الغائط هو المطمئن من الأرض، منخفض من الأرض، وتقول المذهب، وتقول خلاء، وتقول مرحاض، وتقول مرفق، وتقول غير ذلك، تكثير من الكنايات، كل ذلك فرارا عن التصريح باسم الرجع. وهذا يدلكم على ما كان عليه العرب في مخاطباتهم من البعد عن الفحش والبذاء. ومن شر الجاهلية، هذا كانوا يتكلمون مثل هذا في جاهليتهم. وإذا كثيرا ما أقول لكم يعني من نكت قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أن مكارم الأخلاق كان منها شيء قائم، فبعث صلى الله عليه وسلم لإتمامه لا لإنشائه، هذا منها. فكان العرب يتجنبون رديء القول ودنيئه وفسله. وعجز كثير من الناس اليوم أن يتشبهوا بمثل العرب في جاهليتهم في هذا. يا عجبا لكثير من المسلمين ما ارتقوا في هذا، أن يبلغوا مبالغ قوم في الجاهلية، فشاع فيهم الكلام والرذل المذموم سيان في مزح أو في جد. وهذا مما ينبغي التصون عنه، وحياطة اللسان أن يعتاده. وقد روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق، فقال له عيسى عليه السلام: أنفذ بسلام. يكلم الخنزير أكرمكم الله، فتعجب أصحابه، قيل له: أتقول هذا لخنزير أنفذ بسلام؟ فقالهم عليه السلام: إني أخاف أن أعود لساني المنطق بالسوء. عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. لماذا؟ ليدخل الصلاة وهو خالي السر لها، مقبل عليها، عارف بما يفعله فيها. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن الإنسان إذا أراد الحاجة وكان حاقنا، حقنا يشغله عن الصلاة ويعجله عنها ويدافعه فيها، فإنه ينبغي له أن يبدأ به ثم يصلي. فإن قدم الصلاة ما بدأ بقضاء حاجته، بل بدأ بتقديم الصلاة على هذه الحال التي وصفت لكم من المعاجلة والمدافعة والمشاغلة،
روى ابن نافع عن مالك قال يقطع الصلاة إماما كان أو مأموما ويذهب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ به، إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال مالك فيجب عليه أن يقطع الصلاة إماما كان أو مأموما ثم يقضي حاجته. فإذا لم يقطع الصلاة وأتمها على الحال التي ذكرنا، قال مالك يعيد الصلاة أبدا. ما معنى هذا؟ أن صلاته بطلت، أن صلاته بطلت. وقال الجمهور بئس ما صنع من إتمام الصلاة على ذلك النحو، ولكن لا إعادة عليه. وقد يستدل لما ذهب إليه مالك بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ به قبل الصلاة، فأمر بالبدء بقضاء الحاجة، والأمر بالبدء بقضاء الحاجة يلزم منه النهي عن تقديم الصلاة، عن البدء بالصلاة، والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه فأفسدنا عليه صلاته. ويستدل لهذا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وهذا النهي، وأنه يقتضي فساد المنهي عنه. ثم إنه قد يدل على هذا النظر أيضا، قالوا لأن مدافعة الحدث مدافعة مستمرة مستدامة في الصلاة هذا عمل كثير شاغل عن الصلاة يجب أن يفسدها كسائر الأعمال. لكن الجمهور يستدلون أيضا بحديث مسلم هذا الذي ذكرناه عن عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبث، قالوا هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. أجمع العلماء على أن من كان بحضرته طعام ثم صلى وأتم صلاته ووفاها ما يجب لها من التوفية فإن صلاته صحيحة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. قالوا فكذلك إذا كان حاقنا فصلى وأدى الذي عليه فيجب أن تسلم صلاته وأن تجزئه. وعلى كل حال المتأخرون من المالكية لهم تفصيل يتبعون فيه شيئا حكاه ابن بشير. ابن بشير قال الأشياخ إذا شغله الحقن عن فرض أعاد أبدا، وإذا شغله عن سنة أعاد في الوقت، وإذا شغله عن فضيلة لم يعد. وهذا الذي سار عليه الشيخ خليل، لأن هذا هو المفتى به. قال الشيخ خليل رحمه الله عاطفا على ما يبطل الصلاة قال وبمشغل عن فرض، يعني تبطل الصلاة بمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، هو لم يذكر فضيلة معناه لا إعادة. وهذا نظمه الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله عليه في نظمه المختصر بقوله وبطلت أيضا بما يشغل عن فرض وفي الوقت تعاد للسنن. وهذا نظمه أيضا ذكر ابن عاشير في شكولي أحسنت، ولكن قول لنا في الأول قال وبطلت أيوة وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن. أحسنت. طبعا عندما قلنا هذا الكلام هذا كله إذا لم يغلبه شيء من الحدث ما زال في موضوع المدافعة، أما إذا يعني نحن استغنينا بفهم هذا عن ذكره هذا هو. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. قال مالك رحمه الله حدثني عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحد وهو ضام بين وركيه أو بين وركيه لغتان.
زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب، فهذا إسناد، هذا إسناد منقطع لكن معناه صحيح، وهو ما كنا فيه. وقوله هو ضام بين وركيه، يعني هذه حال من المدافعة الشديدة، يحتاج لئلا يغلبه الحدث أن يضم بين وركيه. الصورة مستحضرة في أذهانكم معروفة. ومثل هذا يعني يجب أن ينصرف هذا، لأنه كيف يستديم صلاة بهذه؟ طيب ضم بين وركيه وهو قائم، فإذا ركع أو سجد كيف يفعل؟ طيب، ولكن كيف يخرج؟ روى ابن نافع عن مالك قال يأخذ أنفه، يعني يوري كأنه راعف. لماذا؟ فالفقهاء يقول لماذا قال مالك هذا؟ قالوا لأنه هذا الذي به هذا الحال من المدافعة قد يمنعه الخجل من الخروج، لأنه يعني إذا خرج قد يقول في نفسه الناس سيقولون كذا فلان كذا فلان كذا، مما يخجله هو أن يقال فيه، فيحمله خجله على الاستمرار في صلاته على حالته تلك. فإذا ورى بحال الرعف قال الناس مسكين هذا رعف، فيجرؤ حينئذ على الخروج. نعم، ولكن هذا كله إذا كان في الوقت ساعة، أما إذا خرج ولم تبلغ به المدافعة إلى هذه المدافعة الشديدة التي تصرف عن الفروض، فإذا خرج وذهب ليتوضأ خرج الوقت، نقول له صلي على حالتك تلك رعاية للوقت لأنه شرط. وعلى هذا يتنزل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، لكنه حديث ضعيف، ولو صح إنما ينزل على هذا، على حال إذا أخر خرج الوقت. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله تعالى: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد، واسمه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان الميت سنة سكوات هذا علم كلا علم، شيء كلا شيء، اللي يقول لي 31 ما اسم الأعرج؟ متى مات؟ شتي الفرق بين العلم والتعتعة، وهذه تعتعة ليس فيها أجر أو أجران. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له. الصلاة تأتي لمعاني في لغة العرب، تأتي للدعاء، كما هنا، كما في الصلاة على الميت لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، إنما هو الدعاء، كما فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجيب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليصلي يعني يقول لهم تسنوا نمشي نصلي جوج ركعات، فليدعو. ها، وتأتي الصلاة ويراد بها المغفرة، كما في قول ربنا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مغفرة من ربهم ورحمة. وتأتي الصلاة يراد بها الصلاة المعهودة، كما في قول ربنا: فصلي لربك وانحر، أي هذه الصلاة. وتأتي الصلاة ويراد بها الرحمة، كما في قول الراعي راعي بني نمير: صلى على عمرة الرحمن وابنتها، صلى على عمرة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخرى. هذا تدعي العيالات. وتأتي لغير ذلك معاني، لكن المراد هنا
نعم الدعاء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ما هو مصلاه؟ هل مصلاه هو الموضع الذي صلى فيه لا غيره من المواضع، أم مصلاه المسجد كله لأنه كله مصلى؟ قولان عند العلماء، والذي يناسب ساعة رحمة ربنا ثاني، أن يكون المصلى المراد به نعم المسجد. وكذلك المرأة تصلي في بيتها فتمكث في مصلاها الذي صلت فيه، فإنها تدخل في الحكم، الملائكة تصلي عليها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله تعالى: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. ما لم يحدث أي ما لم ينقض وضوءه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا بيان قوله الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لكن هنا سؤال: من صلى فمكث في مصلاه الذي صلى فيه استغفرت له الملائكة، صلت عليه، ما الحيثية التي حدثت لهذا المصلي الذي مكث في صلاته؟ ما الميزة التي امتاز بها عن غيره ممن لم يعمل كعمله؟ إذا كانت الملائكة تستغفر للناس جميعا، للمسلمين جميعا، تقرأون قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أم يستغفرون للمصلين الذين يلزمون مصلياتهم؟ يستغفرون الذين آمنوا والمؤمنون، منهم من يمكث في صلاة في مصلاه ومنهم من ينصرف منهم. ها، فإذا كان هذا يشاركه في هذا الفضل غيره ممن لم يعمل كعمله، فما الميزة له؟ تستغفر له، ها الملائكة تستغفر له من غير أن يعمل بعمله. طب الخصوصية في هذا، ما الفائدة فيه؟ ما الداعي له؟ جواب: أن الملائكة أن حملة العرش يستغفرون، وهؤلاء يستغفرون ويسترحمون، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الاستغفار، احنا قلنا ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو تغطية السيئات، ولكن الرحمة ما هي؟ هي إفادة الإحسان على المرحوم. قد يغفر لك ولكن لا يحسن إليك. تقول له، تقول لمن أذنب عندك: عفوت عنك، واتركه، ولكن تعفو عنه وتحسن إليه: هاك يا الله 200 درهم سير، الله يسامح، تعلم مديره. فهؤلاء أولئك حملة العرش يستغفرون فقط، وهؤلاء يستغفرون ويسترحمون، هذه زيادة. على أنه قال بعض العلماء: إذا صادف الاستغفار مكانا مغفورا له، الله تعالى استجاب لحملة العرش فغفر له، فلما دعا هؤلاء لذلك المصلي بالمغفرة يستغفرون، يستغفرون لرجل قد غفر له، يكون استغفارهم هذا رفعا لدرجته. قال ابن الطار رحمه الله: من أراد أن تحط عنه السيئات من غير تعب فعليه المبادرة بملازمة مصلاه بعد الصلاة، فإن الملائكة تستغفر له وإن دعوتهم مرجوة الإجابة. بل كان بعض المتقدمين يبلغ منهم الحرص على استغفار الملائكة لهم مبالغ عجيبة. يروى أن سعيد المسيب رحمه الله كان إذا صلي على الجنازة بعد إذا ذهب بالجنازة لا يذهب ويبقى في مصلى الذي صلى فيه، فلامه الناس على ذلك، على ترك الجنازة، فقال:
جلوسي في مصلي أحب إلي، لأن الملائكة تصلي علي وتقول اللهم اغفر لي سعيد، اللهم اغفر لي سعيد، اللهم اغفر لي سعيد. الناس تستحضر هذا، تشخصه، فهمتي؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم هو أحده، فيقول الآن الملائكة تقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على فلان. ماشي لما تصلي على أحدكم يبقى ذاك شيء عائم، لا، وهو حريص وهو كأنه يسمعها، تصلي على فلان أنا جالس وهي تصلي علي وتستغفر لي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله تعالى لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، والظاهر ما لم يحدث هو الإحداث الذي ينقض الوضوء. ابن حبيب من المالكية روى عن ابن المغيرة عن مسعر بن كدام عن إبراهيم النخعي أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول الإحداث هنا هو الإثم، لا 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 إحداث الذي هو نقض الوضوء الذي ذهب إليه، ولكن الذي ذهب إليه مالك رحمه الله أظهر، لأن الإحداث عندما يطلق في الشريعة فإنما ينصرف إلى الإحداث الذي ينقض الوضوء، ولأن أبا هريرة هكذا فسر الحدث في حديث لما قيل له ما الحدث قال فساء أو ضرات، وهو الذي ذهب إليه مالك. لكن قد يستأنس لهذا الذي ذكره ابن حبيب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فذكر الإيذاء أيضا، والإيذاء باللسان أو باليد أشد من الإيذاء بنقض بريح يؤذي. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يزال في صلاة أي لا يزال في خيرها في فضلها في حكم ثوابها ما دامت الصلاة تحبسه يعني كيف تحبسه بأن يكون منتظرا لها منتظرا لها هل ينتظر الأذان لها يعني بأن يدخل المسجد قبل أن يؤذن لها أم ينتظر إقامتها بعد إذا دخل وقد أذن لها السورتان لأن السورتان داخلتان لأن في السورتين كليهما الصلاة تحبسه فما دامت الصلاة هي التي تحبسه ولم يحبسه حابس آخر فإنه في ثواب المصلي. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله ويرجع إلى بيته إلا الصلاة فإن حبسه حابس آخر فلا يدخل في الحكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.